طبعا بالنسبة للتبرع بالأعضاء هذه مسألة طويلة يعني، وتكلم فيها أهل العلم كثيرا، وهي مبنية على قضية أساسية، وهي هل أعضاء الإنسان ملك له أو لا؟ هل جسمك ملك لك أو لا تتصرف فيه؟ الصحيح أن جسم الإنسان ليس ملكا له، وذاك الإنسان لو قتل نفسه فإن الله يعذبه عذابا عظيما في نار جهنم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ويقول من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالإنسان لا يملك نفسه حتى يقول والله أنا أقتل نفسي أو أنتحر أو أقطع يدي أو أقتل، ليست ملكا له، كما أنه يحاسب على قتل الآخرين يحاسب على قتل نفسه. فجسم الإنسان ليس ملكا له حتى يتصرف فيه بهذه الطريقة. لكن تبقى القضية، وهي قضية أخرى، وهي قضية التبرع بالأعضاء، يعني هي تسمى إذا تعارضت مفسدتان، مفسدتان هنا إذا تعارضت المفسدتان تقدم الأخف. فإذا فرضنا أن إنسانا فسدت عنده الكليتان ولا يمكن أن يعيش بدون كلية، وكل إنسان له كليتان، فتبرع له شخص بكليته حتى يعيش، هنا مفسدة على المتبرع ولكنها مصلحة للمتبرع لها. فبعض أهل العلم يمنع، يقول لماذا؟ يقول لأنه في مفسدة على المتبرع، لأنه قد يموت المتبرع، قد يتأثر هذا المتبرع بنقص هذه الكلية. وبعض أهل العلم قال لا، الإنسان يمكن أن يعيش بكلية واحدة حياة طبيعية جدا، فإذا أمن ذلك بحيث أن الطبيب المختص البارع طيب قال أنت كليتاك جيدتان ويمكن أن تبقى بواحدة، وهذه يتبرع بها للثاني ويعيش بها الثاني بدل أن يموت، بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، وهذا الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن البيع لا يجوز، لأن كما قلنا هو إنما أذن بهذا لإيش؟ لدفع مفسدة، وهي موت الثاني. لكن البيع هنا ليس لدفع مفسدة، وإنما ليربح، هو صار يبيع، يبيع ليربح، وهذه الأعضاء ليست ملكا له حتى يبيعها، وإنما أذن له بذلك لينقذ إنسان من مهلكة، لا لكي يتاجر بهذه الأعضاء. فإذا كان على سبيل البيع والتجارة فهذا لا يجوز قطعا، أما إذا كان على سبيل إنقاذ إنسان من مهلكة وقال الطبيب يعني البارع الجيد قال أنه يعني لا يتضرر ويمكن أن يعيش فلا بأس إن شاء الله. لفترة بسيطة الله يسلمك، يعني الإنسان إذا تقدم في السن والعمر عند الله يحتاج كليته، ما هذه هنا الفكرة يعني. وهذا الكلام احنا نقول الطبيب البارع اذا قال، الطبيب المتميز اذا قال هذا الطبيب لا يمكنه ان يعيش ان شاء الله حياه طبيعيه كامله بكليه واحده ما في اي مشكله، ما يضر ان شاء الله تعالى، ما يضر.